الحكومة باعت شركة الشرقية للدخان للإمارات بأقل من ثمنها الحقيقي؟ هل فعلاً حاسبين الدولار بأكتر من سهره في البنك؟ طب إيه تأثير ده على سعر علبة السجاير اللي أنت بتشتريها؟ أسئلة كتير وجدل كبير في السوق بعد الإعلان الرسمي عن تنفيذ صفقة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجاير في مصر في الساعات الأخيرة. فترى إيه اللي حصل فعلاً؟ كل الأسئلة دي هجاوب لك عليها في الفيديو ده. أنا لارا مدحت. من فترة تم الإعلان عن صفقة لشراء شركة جلوبال الإماراتية 30% من حصة الحكومة في شركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل حوالي 19 مليار جنيه وأكثر شوية، وحسب بيانات الحكومة السابقة. بس خلال الساعات الأخيرة أعلنت البورصة عن تنفيذ الصفقة بحوالي 16 مليار جنيه، وهنا بدأت علامات الاستفهام تظهر. إيه السر 3 مليار جنيه الفرق بين الرقمين؟ هل ده له علاقة بسعر الدولار؟ الحكومة طلعت ترد على كل التساؤلات دي وقالت ان تنفيذ الصفقة حصل بالسعر الرسمي للدولار في البنك، يعني حوالي 30 جنيه و90 قرش. واكدت الحكومة ان قيمة الصفقة الاجمالية لبيع حصة من شركة الشرقية للدخان ما اتغيرتش ابدا عن اتفاق الحكومة مع الشركة الاماراتية في سبتمبر اللي فات. وكل اللي حصل ان الصفقة حصلت على 669 مليون سهم، وسعر السهم الواحد في الصفقة هو 24.52 جنيه، وبكده قيمة البيع 16.4 مليار جنيه تقريبا. بس في نفس الوقت الشركة الاماراتية ملزمة بسداد 4.38 جنيه عن كل سهم بإجمالي إضافي نحو 2.9 مليار جنيه، وده اللي يخلي القيمة الإجمالية للصفقة عموما 19.3 مليار جنيه، وهو ده الرقم اللي أعلنت عنه الحكومة من البداية. وعلى فكرة شركة جلوبال هتسدد قيمة الصفقة بالدولار وهتوفر 150 مليون دولار كمان لشراء مواد خام للإنتاج. وكانت شركة الشرقية للدخان أعلنت زيادة إنتاجها بنسبة 40% من بداية أزمة السجاير، ومن بعدها أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار السجاير حوالي 3 جنيه في علبة كليوباترا عشان يرفع سعرها من 24 جنيه ل 27 جنيه. كمان شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجاير الأجنبية، وعلبة المارلبورو بقت ب 69 جنيه للسعر الرسمي. ومن بعدهم شركتين أدخنت النخلة والمنصور الدولية، واللي رفعوا أسعار منتجات السجاير بتاعتهم، وبقى السعر الرسمي الجديد لسجاير وينستون من 43 جنيه ل 45 جنيه، وسعر سجاير تارجت زاد من 24 جنيه ل 29 جنيه العلبة. ورغم كل ده لسه السوق السوداء للسجاير شغالة، والفرق بين سعر البيع والسعر الرسمي وصل ل 35 جنيه، وده احيانا في العلبة الواحدة. يعني مثلا علبة المارلبورو سعرها وصل ل 100 جنيه في السوق. وعشان كده ابراهيم مبابي طالب الحكومة وتحديدا شركة الشرقية للدخان بتغيير طريقة توزيع السجاير، يعني الاولوية في التوزيع تبقى لاصحاب المحلات والبنزينات كمان بدلا من المتعهدين والموزعين الكبار. وبكده نقدر نقلل من حلقات التداول من اول ما تطلع السجاير من الشركة لغاية ما توصل لإيد المستهلك العادي، لأن في النص بيبقى فيه تجار جملة ونص جملة كمان، وهم دول اللي بيعطشوا السوق ويرفعوا الأسعار على حساب الناس وكمان الدولة. وكمان اقترح على الحكومة إنها تعيد توزيع كميات السجاير اللي تم ضبطها من التجار المخالفين بحيث يتم بيعها في منافذ رسمية تابعة للدولة. بس هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان كان وعد المصريين بإن أزمة السجاير هتخلص قبل نهاية 2023. أنتوا بقى شايفين صفقة الشرقية للدخان تأثيرها ايه على سعر علبة السجاير؟ بتشتريها اصلا بكم دلوقتي؟ اكتب لنا في التعليقات.